اليوم 15 جان في 2013 هوني معناتها متواجدين في جابس في جاكي صبر العرامة بين الناس المرشحه لرئيس تونس باش يكون فما العربي نصر صاحب قناه حنابعل، شنو رايك؟ والله رايك مواطن، والله شنو نقول لك، معناها بكل صدق العمل اللي قام به في منذ انبعاث القناه في اول الثوره لتو، الحق بصراحه حاجه معناها سمحه ياسر وحاجه معناها تشرف صراحه، يستاهل انا باش يكون معناها في امتلاء من رئيس الدوله. باش يكون كونسير العربي نصر معناها قناه حنا باع، الواحد ما ينجمش يشك في مصداقيه حنا باع على البرامج اللي فيها، وممكن عندها صراحه عندها دفع خاصه في التنميه في الجهات الداخليه، خاطر اليوم ما نصورش يعني العربي نصر وقت اللي يعدي معناها في بعض المناطق الداخليه يعدي في التهميش والفقر، معناها ما نصورش باش يكون عنده رؤيه اخرى مثلا باش يزيد يرجع بديكتاتوريه اخرى او عنده مطامح اخرى او كذا. نتصورني اذا كان باش عنده معناها طموحات سياسيه وحقها. العربي نصر يستاهل كل خير، مرحبا به، يخدمنا احنا نعاونوه ونوقفوا معاه بصدق، ومن عز قنوات في تونس تو موجوده، ويحن على الزوالي ويحن على كل شيء. حبينا العربي نصرة من اول زينا هرب، حبينا العربي نصرة شدة احنا، فهمت خويا؟ العربي نصرة هاك موكل الشعب التونسي ومعي الشعب التونسي وجاي مع الزوالي ويكسف الزوالي ويهز في المعاق، يهز يرقد فيه ويغطي فيه ويلبس فيه ويدوي فيه. والله شاء الله نتمناه هو حنين وسمح ويعطي العانة ويعطي ويساعد الزواولة والمسلمين والمعاقين والمرضى وكذا وكذا وكذا، تمنيت هو حتى ني. والله يا خوي زيك، والله قسما عظم على نيتي هاني وقف حاجه باهيه، لانه انسان ممتاز معناتها، وبين هذا معناتها في عديد من المواقف نتاعو، سواء بار اكزومبل مع العباد يجون مسامح كريم وبرشا حاجات معناتها فريمون، معناتها تحسها انسان معناتها كابابل وقادر باش ينقذ البلاد من المازق والورطه الكبيره اللي هي فيها تو بصراحه بالحنكه نتاعو وكل شيء معناتها. وان شاء الله بون شانس العربي نصره، وان شاء الله ربي يعطيه بالخير وكحه، لانه يستاهل كل خير ان شاء الله باذن الله. السيد عربي نصر رجل معروف على الساحه سيرته الاعلاميه، ان شاء الله ينجح اذا ترشح، يشبيه ان شاء الله يكون مدعم، ان شاء الله تكون خطوه ناجحه وان شاء الله من حصل الى احسن. تشجعوا باش يتقدم؟ اكيد نشجعوا على ما خير، على معناتها يمشي نحو الافضل. والله ماذا بيا يترشح سي عربي نصر، خدم الاعلام وخدم تونس على قاعده، فهمت؟ ماذا بينا يترشح هيك، فما حتى مشكله؟ لكن نجم ننتخبه، فما حتى مشكله. راجل طيب ما نقولوش، يسعب في الخير وباهي، انسان طيب مقبول، نتبع فيها قناه حنا باع الخارقه العاده. انت شنو رايك؟ والله الميريت سي العربي معناها على البرامج اللي قاعده تصير، معناها البرامج ايمينيتير وسوسيال هذه واللي نشوفوا فيها، اقسم لك بالله معناها خذا شعبيه كبيره برشا، وديجا حنا بعل المصداقيه حتى في وقت الزين وفي الوقت البائد اللي يحكوا برشا ناس يقولوا وقت بائد وكذا، ومنه ما غادي سي العربي نصر ديما السباق، يعاون في العباد ويعمل في الخير، ومعناها والناس الكل والشعب التونسي الكل يحبه. ديجا انتم تمشوا حتى ولايات الجمهورية وتشوف، والله الميريت واحد من العباد، والله اللي مرشحه كان هو، وبحول الله جو سيري معناها انسان اللي هو سيبورتر اللي هو، ونزيد نعمل له حتى في الحملة نتاعها الا ما نعاون، وهاو قول له معناها خالد مستعد، وبحول الله عندي شعبية ونعرف كيفاش خويا الامور هذه رجلوها، وربي يسهل له. عنده اعمال خيريه وعنده اعمال طيبه اللي الناس ما بها قاعد يقوم بها معنا للناس، وقاعد يعاون وقاعد يقدم والحاجات اللي يقدموا فيها في برنامج في حنا باع معنا برامج طيبه وبرامج خيريه. واحد انا يعني مثال ما مرش مانع معنا، انا واحد معنا معاه معنا ما فما حتى اشكال معنا، علاش لا معنا يقدموا مرحبا به، رشحوه كان هو احنا بصدق معنا، بصدق معنا فونت كير يقول فرنساوي من القلب، هذا يزينا في البركه، أنا راه البول يقول فرنساوي، ماذا بينا على شكون يوقف لنا البلاد. ترافي هو المنقذ؟ إن شاء الله إن شاء الله، ونتمنى من ربي يشدها العربي نصر، نتمنى من الله يشد العربي نصر على الرئاسة. سمع العربي نصر باهي مش خايب، يعطيه الصح. بصدق أنا نعرفه ويعطيه الصح، عنده قناة سمح. شجعه ياسر زاد.
كشخص محبوب برشا في بعثنا للقناة وفي مساهمته في تنمية معناها النشاط الثقافي والإعلامي في تونس، ماذا ما ينكر حتى حد. ونتصور أن كحضور كشخص معناها كشخصية يكون عنده حظوظ في المستقبل إن شاء الله. معناها نتصور تكون عنده حظوظ، على خاطر هو من الناس اللي كانت في العهد السابق معناها كان من الناس اللي بادرت باش حلت قناة خاصة وباش تكلم في مواضيع معناها كانت تابو بالفرنسوية، حساسة كانت ممنوعة شوية. هو تجرأ معناها ودخل به المجتمع التونسي، وهكذا تحسب له معناها نصورها في شخصيته في تاريخها.